هذا شنو؟ وات؟ استخدم مالتي جيت لقيتها راكبه بالقارب ويا كلب، كلب مال منه ما اعرف بس كلب عليه علامه. لا 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 مستحيل. السلام عليكم، شوكو شباب، ان شاء الله بخير، ياك الرحمه. هلا والله يا شباب، الفيديو اللي راح تشوفوه اليوم هو بث مباشر كان على الصفحه مالتي بالفيسبوك، فاذا تردوني يا حبايبنا تجون تشوفون البث مباشر اول باول، راح احط لكم رابط الصفحه بالديسكربشن باول التعليقات، وبس خليكم ويا المقطع. وها صدق طونا لايك لين تعبت على المونتاج، البث كان طوله ساعتين حطوا لنا لايك. تعال خلي السيف هنا. طيب يا شباب، هسه راح نروح ندور على منطقه نسوي كيفينج، راح اسوي كيفينج من الصفر حتى بيكاكس تشوفون مشايل. خلي نروح يا شباب نشوف لنا في منطقة قريبة، خلي اشوف الماب، وين الماب، شلون اطلع الماب؟ شوف الام بالزت. الماب ما تكبر هيجي لازم. وين اروح يا اتجاه؟ هذي منها الجبال، راح اروح يمنها يا شباب. هاي شنو هاي؟ وات؟ تشوفون يا شباب؟ هذي شيش العالم مقسوم، ده شوفون شو مقسوم العالم. عبالك يعني واحد قاسم العالم بالنص. واو، بس والله غريبة، أول مرة بحياتي أشوف هيجي بماينكرافت، يعني شايف مثله بس صغير مو بهالحجم. ده شوفون حجم إيش كبره، جبل كامل مقسوم بالنص. هذا واحد ثاني. وات. والله كل شي غريب يا شباب. هاي احتمال المودات اللي احنا ضايفيها، واحد من المودات هيك مسوي. فحومي انت عراقي؟ يب انا عراقي يا شباب. شو ما تعرفون، والله المتابعين القديم يعرف، بس ديك تكون هيك الظاهر متابعين جدد. ها الله علينا، لقينا كيف، لقينا كيف. راح قصة الخشمي مخلص لنا والله. مدى اشوف شي؟ طبعا انتم مدى تشوفون شي، خلي اسوي البرايتنس اعلى شي، تأكد منها. اي 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 اي, 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 اي. اوكي يا شباب، لازم منها سنبدي نسوي تورتش وشغلات، مريد نجيب العيد. خلي هذا هنا ونسوي كرافتنج تيبل على السريع ونبدي نجمع شوية موارد. نسوي هذا ونسوي بيكاكس خشبي واحد حتى نجمع شوية فحم، ونسوي تورتشات، لانه هسه يا شباب اذا ما راح نسوي تورتشات راح يخبلونا الوحوش. كل شوية مرسبين وحش فوق راسنا، يا الله علاق. هذا ورع ماهر، كل يوم يغير سيرفر. اوكي بس نسوي كم وحده بس على قد انه نقدر نخلي بالمنطقه. الله، شوفوا النور يا شباب شلون حلو، حرفيا نورنا. يا هلا يا هلا يا هلا بالشباب، انت هكر. او ماي جاد، كشفني. ترى ما العب ببجي حتى انا هكر، يعني لو العب ببجي كان قلنا حقك تقول هكر، بس هاي مو ببجي، هاي ماينكرافت، اصلا ماكو داعي تخلي هكر بيها. لا اعتقد، يب يا شباب اني والله مو هكر، ما يحتاج تعتقدون اصلا، يعني هي ماينكرافت. اوكي والله هاي قلت هاني خلاص متت، والله اني محظوظ. راح اروح اقص خشمي واجيكم دقيقة واحدة، اروح اقصها بالمطر. دا اسمع صوت الزومبي، الله جاني زومبي. اوكي هم زين ما هاجمني هذا الزومبي. لا يا ورع، لا 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 لا، كان اذا نمدحك نقول هذا الزومبي مسالم. الورع راد يقتلني الا شويه، والله مزين جيت بالوقت المناسب، بعدني حتى ما مكمل مسح خشمي. شاركت، شكرا لك احمد احمد السبكي، شكرا لك يا صديقي، احبك عبد الرحمن سالم. والله اني هم احبكم، اقسم بالله يا شباب، اقسم بالله، ولو ما احبكم كان ساني تارك، يعني نفس ما تركوا كوما يوتيوبرية، بس انا باقي مستمر، يعني مو على مدعم ولا على مود شي، مجرد انه انا احبكم، يعني الله يشهد. كان قدرت اترك واروح انشر غير العاب، بس ما تسوى، يعني انا بديت بهذا الشي وان شاء الله ما راح اوقف الا ينتهي هذا الشي. حتى اذا قمت اغير على غير العاب، انشر غير العاب، فمو معناها اسحب على ماينكرافت، لا والله راح ابقى انشر ماينكرافت الى الابد الى الابد الى الابد، لحد ما توقف القناة بعد. يا ورعان يا ورعان،
اللي بخب رحومي لك، اللي بيخب رحومي انا هم بخب رحومي. عنده خطأ يمكن بحرف الحاء، ده يكتب خاء دائما. لو انا يمكن عندي خطأ بالحاسبة. او ماي جاد يا شباب، نزلنا عمق كل شيء. هواي كرافتن تيبل مالنا طبعا عرفناها ورانا، رجع خشمي حكني بالمناسبة. تل يشوفون البث كتبونا ايش قد عمركم، خلينا نشوف بالله ايش قد انا اكبر من عندكم. الكل يكتب يلا يا شباب، خلينا نسوي بيكاكس ستون بما يكمل ايرون. خلينا نجمع هذني شوية الفحمات اللي داير ما يدورنا. 12 سنة عمره، 25 سنة مصطفى. او ماي جاد كذاب مصطفى، انت تكذب مصطفى يكذب. هذا يقول عمري 1000 سنة. مليون سنة وات؟ مليون سنة. او ماي جاد ما شاء الله، اللهم طول وزد وبارك. هو اصلا يعني الكوكب عمره مو مليون سنة. والله ما ادري الكوكب ايش قد عمره، بس مليون يا رجل. اذا 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 تريد تبالغ بالغ برقم قول يوري. خد 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 بس لا اموت، ما اريد اموت. لا 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 امزح امزح، خليكم انتوا هنا انا اروح اهرب. مصطفى عمره 11، مصطفى اللي كتب عمري 25 طلع عمره 11. عرفتك تكذب يا مصطفى. محمد عمره 10. اوكي يعني انا مو شيء كبير حيل عنكم، يعني مجرد هي 7 سنين، مو 7 سنين 7. هذا عمره 17. يب يعني انا اكبر منكم بكم سنه، يعني سنين معدوده على الاصابع، مو ذاك الكبر اللي الكبير. يوري فت. انكسر لاست فارس دي. اكتب لي هلا رحومي. المشكلة يا امي كريبر هسه شو اكتب لي؟ هلو يابا انت انفجر انفجر، خذني انفجر انفجر. ايه كفو كفو، صار له ساعة يجي يهددني انفجر. ايش ده اسوي؟ روح بطبقة 11. انا اعرف الدايموند بطبقة 11، بس ترى بالبيدروك هم اكو دايموند هواي، يعني حسب اللي اعرفه اني بالبيدروك. من توصل بيدروك كوما دايموند، بس شوية صعب توصل له. طيب خلي اروح لطبقة 11، مو هاي هذي. احنا حاليا طبقة شقيد هذي 11. احنا هسه حرفيا بالطبقة 11، هسه المفروض نبدي ندور. دعونا يا شباب، دعونا نلقى دايموند. 2000 years later. يا اسمع صوت مي، نار مي، هذا مي. اوكي زين، ما الثاني. الله علينا، لقينا الدايموند يا شباب اخيرا اخيرا دايموند. شوفوا هذا الشيء اللي كنت اقصده، اذا يعني اذا ما اذا ما تنزل بكيف او كهف مثل هذا ما راح تلقى دايموند. صعوبه يعني تشوفون، صرنا ساعه ندور جوا الارض ما لقينا، اجينا بكهف. اول ما اجينا لقينا دايموند. خل اكتب لهم جي جي، اغورهم جي جي. اوه هواي همات لقينا، تشوفون اربعه جي جي يا احمد تحسين، شكرا عمود. يا الله والله كنت يعني معي الصراحه، كنت ناوي ارجع للبيت. شو هذا صوت الزومبي؟ منطقة جديدة، اوكي خلينا نفوت لها قبل لا نطلع. بسم الله، هذا مو زومبي، هذا مو زومبي. لا 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 لا، غضب غضب غضب، راح يقتلني راح يقتلني راح يقتلني راح يقتلني. لا لا لا، اهرب يا رحامي، اهرب اهرب على السريع، اهرب، كسر كسر كسر، راح يقتلني. لا ايش فرطني اني، راح اموت اغراضي يا شباب، اذا اموت اغراضي. ها لا ما تروح زين، تذكرت حاطني مود مال القبر، يصير عندي قبر لازم ارجع من بعيد اخذه. فجر المكان كله طبعا، تسمعون الانفجارات. وات هاي الشيء وين رجعت؟ جابني من واو، والله غريبه هاللعبه يا شباب. صار ساعه افتر بنفس المنطقه، معقول؟ ها والله جيت بوقتي، هسه صارت شو اسمه هالشي دريده اكثر من شكل. الله عرفت والله، لازم اكون قريب عليهم حتى الحق اخذهم، بس مشكله والسيرفر بيلاق يعني. ايه هذه هي الفكره، هسه المفروض نقدر ناخذه بدون ما نخاف.
باقي حبتين اخيرات اخذهن وخلص بعد ما احتاج. واتوقع اني راح اكون اول واحد. لا يا الله. ايه اتوقع يا شباب راح اكون اول واحد يفتح بوابة النذر بالسيرة، فهذا راح يكون انجاز بالنسبة لنا. فهذا يا شباب راح يكون انجاز مالتنا احنا قبلهم، التيم مالتنا راح يكون قبلهم مسوي هالشي، وانجاز كبير هذا بالنسبة لنا. بعد كلابا اوكي همزين بعيدين عليها احنا. يلا خلاص هسه راح نطلع. ادري بيكم ضجتوا، اني هم صراحة ضجت، بس كان اكو صراحة لحظات حلوة واحنا دنجمع، لحظات اللي لقينا بيها دايموند. لا 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 مستحيل. يا يضحكون علي دورعان، هذول دورعان هنا يضحكون علي. شلون منين طلع هذا المكان؟ شوف هذا ورعان هنا دي يشمتون بيه. خذ خذ، ليش تشمت انت وياه؟ خذ 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 خذ. باقي يا شباب بعد عنان طويل واضطريت انه اشيل اللافا كلها. شوفوا قعدت حبه حبه هيك اسوي، باعوا اشيل البلوكه اخلي غيرها، ولحد ما تخلصت من مجموعه كبيره من اللافا. تقريبا طولت يمكن 15 دقيقه. المهم يا شباب اللي اريد اقوله انه وصلت للمكان اللي وقعت بيه اغراض. تشوفون هذه، هذه هي القبر. تشوفون اللون الاخضر هذا المفروض هناك راسي موجود. فهسه حاليا يا شباب احنا كلش قريبين، بس ما اريد اخاطر لانه اذا راح اكسر هسه القبر واللافا بصفه راح تحترق اغراضي باللافا. فبعد احنا لازم نكسر، تشوفون هذا اوكي. والله كان احترقت. هسه لازم نكسر بعد. لا 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 اوكي هنجين. لازم نكسر بعد هيك نفس الطريقه اللي كنت اسويها شوي شوي، تشوفون لحد ما راح اوصل للقبر. خلي انتبه ما اريد اكسر القبر بالخطا. اي هسه ماكو اي لافا قريبه عليه، خلينا نتاكد من هاي. اكو لافا هنا. همزين فتحت هاي الصفحه. طيب نشوف الصفحه اللي بعدها. همزين اكو همات هنا لافا. همزين يا شباب انا جاي اتاكد اول مره اتاكد من كل شيء اسويه. على كل هسه احنا اللحظه الحاسمه. هسه اتوقع اذا راح نفتح القبر ما راح يحترقين اغراضنا باللافا، بس خلينا نتاكد انه اكو لافا جوا. لا ماكو لافا. يلا 1 2 3. اكو فين يحترقين باللافا. همزين يا شباب، همزين الاوبسيديان موجود. خليني بس الدروع هذه على السريع. اللي احترقنا اتوقع احنا بلوكات عاديه، لان دا اشوف الاوبسيديان موجود ودا اشوف الدايموند اللي لقيناه بالبث همات موجود. خلينا نشمر الشغلات اللي ما نحتاجها. الجولد همزين موجود. الايرون وين؟ الاوبسيديان موجود. الايرون الايرون الايرون. ششمر والله ما اعرف ششمر، كم اغراض عندي. اتوقع ها هي اخذناها كليتهن، البقيه جاي تكرر نفس اللي شمرناهن. فخلص اللي احترقن مو مشكله، خليه يحترقن. اريد اسد هذا شلون. لا 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 لبيت الفحم كله هناك بالغلط. خلي اسد هذا قبل لا اطلع، ما اريد اجيب العيد مرة ثانية. الحمد لله يا شباب استرجعنا البيكاكس الدايموند اللي هو اهم شي احنا لقيناه. وما اتذكر ايش قد احنا لقينا دايموند، احتمال لقينا 4. يعني اكو دايموند احترقت، سمعت صوت الحركة قبل شوي، احتمال واحدة من دايموندات. يلا مو مشكلة احنا سوينا البيكاكس وجبنا 20 اوبسيديان. هسه يا شباب راح نروح. اوكي هسه يا شباب خلي انتبه. انزح انزح هاي دروع النهايه، دروع تسوي لي مصايب. وين انزحها؟ ما عندي مكان انزحها. نزعت لي دروعي يا شباب، وهسه انا بطريقي رايح للبيت حتى نفتح البوابه وراح انهي ان شاء الله الفيديو وياكم. بس هم اريد اقول لكم شيء يعني بطريقي للبوابه. شفتوا يا شباب اللقطات اللي خليتكم اياها بالبدايه، اللي هي هسه انا دا اكمل المفروض الفيديو مالتها. هذه اللقطات يا شباب كلها من بث مباشر على صفحه بالفيسبوك، فاذا تردون تجون هناك وتحضرون وتعطون اقتراحاتكم نسويها اول باول. يعني دائما احنا بالبث نكون اسرع من القناه، فبالبث حتى نطبق اقتراحاتكم اول باول، وهم تشوفون يعني اللعب مالتنا بالسيرفر اكثر. فتعالوا للصفحه مال البث، ما راح احطها باول تعليق، وهم راح احطها الرابط الوحيد بالديسكربشن. فهسه يا شباب خلينا نتوجه على السريع، والله متحمس اريد افتح البوابه، لان البوابه يا شباب احنا راح نكون اول ناس نفتحها بالسيرفر، واتوقع هذا في الشيء راح يكون كلش مميز بالنسبه لتيمنا. طلعنا يا شباب وهمزين حمد الدنيا صبح. اوكي خلي البس دروع مالتي حتى اوصل بسرعه.
اسمع صوت الوتش. تشوفني يا شباب ذاك بيتنا، هم حددنا على البيت مالتنا هسه، المفروض ما انتيه الحمد لله، هذا مو الخريطة عرفت شلون استعمله. فهسه يا شباب راح اروح، وصراحه حاير وين راح اخلي البوابه، ما اعرف مكان، ما محدد لحد انا اي مكان ببالي. هذا صخول، عندي صخله طبعا هسه اشوفكم اياها، الصخله ما تجيت لقيتها راكبه بالقارب ويا كلب، كلب مال منه ما اعرف، بس كلب عليه علامه. اوه شلون ما متت؟ مستحيل هذه المسافه كلها ما متت وهم وقعت باللافا. وات، يلعن ام الحظ، والله على الحظ اخيرا يا شباب تسمن الحظ. بديت اصير محظوظ بهاللعبه. واو والله صراحه يا شباب هذا اغرب شيء صار وياي بحياتي. مستحيل هذه دروعه تحميني، هذه دروعه ما بيها قدرات خارقه غير السرعه، يعني مستحيل تشيل الدمج اللي يصير بيها. اوه بدت هم تصير دني الليل. اوكي مو مشكله يا شباب، ما دام انه هي ما جاي تمطر نقدر ننام، لانه محطوط شو اسمه المود مال النوم، هم ثاني وحيد حاليا بالسيرفر فما راح نواجه اي مشكله بالنوم. بس بصراحه يا شباب يعني مدى اصدق الشيء اللي صار وياي، مدى اصدقه مستحيل، اول مره يصير وياي هيك موقف بحياتي الماينكرافتيه كلها. وي اح 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 السمكه تهاجمني. وات ياي اخيرا وصلنا، والله كان البيت بعيد يا شباب. مع العلم انا لابس هاي دروع سريعه بس طولت وايد، تشوفون صارت الدنيا الليل. اخير مره عرفتكم كانت غروب، خلينا ننام على السريع. وين ما تبي بيت؟ ها هذا مو بيتي دا اقول. اوكي هذا بيتي يا شباب، وطبعا اعذرونا بالحلقه الثانيه قلت لكم انه ان شاء الله تجون بالحلقه الثالثه يقوم بيت مبني، بس نفس ما شفتوا يا شباب اني كنت دابث وكنت ناوي انه اسوي بيت، بس صارت ويا كوما شغلات وما قدرت اكمل البيت. فان شاء الله يا شباب الحلقه اللي بعدها راح يكون صدق اكو بيت هنا. بس يا شباب خلينا نحدد هذا الشيء، طبعا لازم يا شباب نحدده يعني من حس ما يصير بعدين نغيره، ما نقدر نتراجع عن هذا الشيء. فلازم يا شباب نلقي مكان حلو بصراحة، أنا ما أريد يكون قريب على أي شخص، لأنه نفس ما تعرفوني رسبن زومبي البيج مان. أوه هذا خوش مكان، رسبن زومبي البيج مان، وزومبي البيج مان كلش مزعج، إذا تضربه راح يصيرون عليك. وليا اللي ما يعرف وليا شنو معناتها، وليا معناتها إنه يهاجموك خمسة أو ستة بنفس الوقت، يعني مثل الكلاب لما تهاجم. أوب أوب أوب. والله شكلنا يا شباب خلينا هواية، كان المفروض شوية نقلل. طب طب وحدة. اوكي اوكي هسه يا شباب كملت البوابه، خلينا نروح نجيب على السريع بقاهم، عندنا اربع حبات زايده. خلينا نروح يا شباب نسوي فلينت اند ستيل اللي هي الجداحه الولاعه، ونشوف نستكشف العالم مالتنا. بلكي يا شباب الرسم بمنطقه نادره او منطقه بيها شغلات حلوه. اوه يحتاج لهذه. ما عندي هذه، خلي اشوف عندي الشباب موجوده. شوفوا يا شباب هذه المعزه مالتي اللي قلت لكم عليها راكبه بالقارب، ما اعرف هذا الكلب مال من اللي لقيتها راكبه ويا الكلب. تشوفون كلب واو. اسعد بعدين نرجع ناخذها، خليها حاليا جاي تفتر ويا الكلب مالتنا. خلينا نروح يا شباب على السريع على منطقه ماهر، هم نشوف شنو التغييرات صار عندهم، لان صراحه اخر مره عرفتهم كانوا دا يشتغلون بالمنطقه وبعد ما رجعت لهم. بس خلينا نشوف التطورات اللي صارت بمنطقتهم وياكم، والله دا يشتغلون اكثر من عندنا الشباب، واحنا ما جايين نلحق بيهم. انتوا اعطونا اقتراحاتكم يا شباب، تراني احاول انه الاقتراحات الحلوه دائما اخذها، الاقتراحات اللي اشوفها مكرره او اللي ماخذيها انتم من غير يوتيوبريه ما اطبقها، فاريد منكم اقتراحات مميزه، اقتراحات حلوه صدق حتى اني اسويها. وان شاء الله هم اللي نسوي اقتراحه، مثلا اذا واحد قال لي ابني مدينه العاب راح اخلي اسمه على مدينه العاب، اتفقنا؟ اوه شجره، تشوفوني يا شباب هذه شجره. خلني انزل خلني انزل خلني انزل خلني انزل. والله يا شباب كل مرة اشوف فيها هذه الاشجار اظل مستغرب. شوفوا عندها عيون، نقدر نضربها؟ ما نقدر نضربها، والله شكلها مخيف. واو. طبعا كل يوم يعني اشوفها، بس كل مرة اشوفها اظل صافن كانما اول مرة اشوفها. شوف هاي واحدة ثانية، المشكلة انها تتخفى بين الاشجار، يعني صدق ما تعرفها، صدق ما تقدر تميزها يعني. قربنا يا شباب، طبعا الفشيل المميز بهاي البحيرة انه ذبنا بالضبط بمنطقتهم، كلش حلوة. هم زين احنا اختارينا المنطقة مالتنا ذاك المكان حتى نكون قريب عليهم. بس خلينا نشوف اقرب تشيست، هذا تشيست. اوكي واو ما فتحت تشيست بالبداية، ما ادري ليش. خلينا نشوف بيت ماهر، ماهر الورع، ماهر طبعا مو تروحون تكتبوا لي يا شباب راحون وسرقك، ترى هذه ليس السرقة. اي عنده عنده واحدة ثانية. اوه ماي جاد، عنده بعد؟ عنده عنده؟ لا ما عنده، بس انه ذنتين. طيب شفت بيضة، بيضة هاي ما شنو هاي بيضة؟
خليتها بالقاع، لا 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 اهرب اهرب، هاي بيضة ما نفع هسه ماهر يجي ياكو افعى بالبيت مالته. خلينا نشوف شنو سويت طروتها، شنو هاي البيضة جاي تكتب بالشات، وات البيضة تقدر تحكي؟ خلينا نرجع، شنو فقست؟ معقولة فقست البيضة؟ لا ما فقست. اوكي همزين رجعت عندي بالانفنتوري، خلي ارجعها مريض ماهر يصير عصبي علينا. خلينا نطلع يا شباب على السريع نشوف المنطقة مالتهم وبعدين نرجع نروح نفتح البوابة، لانه متحمس بالكيارة بالرسم في القلعة شي تكون قريبة علينا. والله ما مسوين اي تحديثات، هاي بيض البلوزاب يا شباب كلش حلو، بيت ماهر بعد احلى. لازم نخمط تصميم ماهر. لا امزح، احنا لازم يا شباب نكون مميزين بكل شي نسوي، اوكي؟ فانتو حتى انتو اي شي تقترحوا لي خليكم مميزين عن البقية، تمام؟ ما رد تجيبوا لي افكار من غير اشخاص. دبدوب المحبوب، دبدوب يا دبدوب، هذا دائما دبدوب هنا يسبح. اسكت ولك تصيح. اوه والله يا شباب متعبه، ايدي احس ايدي راح تنكسر، تشوفون انا قاعد اجذف صار لي 3 دقائق بعيد المسافه. يرادني يا شباب نجيب قوارب كبار تشتغل على البنزين او شيء حتى نقدر ننتقل بهن بسرعه وبسهوله. هم هسه احنا تقربنا، باقي 150 بلوك كذا، تشوفون قربنا يا شباب. هسه راح نفتح، واول ما راح نفوت على العالم راح نستكشف المنطقه اللي حوالينا اللي بصف الباب، يعني اقصد مو نروح بعيد وخلص ننهي. بس اتمنى يا شباب تطلع لنا فت قريه شنو، تطلع لنا فت قلعه شيء، يعني فت فشي يكون يبهرنا، اوكي؟ تفهمون علي صح؟ اريد يكون فشي مميز حتى اظل انا يعني الشباب اللي وياي بالسيرفر اخبصهم واقول لهم اوه احنا عندنا بوابه احسن من عندكم، بوابتنا بيها قلعه، بوابتنا مميزه. وينها؟ فين داسي؟ الله علينا اخيرا سويناها يا شباب. هسه راح نروح نفتح البوابه، نفتح البوابه اللحظه الحاسمه. يلا يا شباب جاهزين؟ 1 2 3 الله علينا فتحنا البوابه، فتحنا. اي شنو هذا؟ فيل، هذا مو الفيل مالتي، خذ يا ورع. لا احترق 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 احترق، شلون طفي؟ لا يهاجمني، لا لا امزح امزح، خليك ده تحترق. ما من ليش حرقت انا، حرام علي. ها اوكي طفى زين ما مات. خلي نروح يا شباب، خلينا ناكل، هم جوعانين، اللاعب مالتنا جوعان. اوه ده يحمل العالم الثاني يا شباب. اوه واد باع كمية الجلوستون. وين ما تدروع؟ دروع ما تشتغل هنا. لا 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 كاس كاس كاس. واو والله كبير العالم، خلي اشيل الدروع بما انه ما تشتغل حتى نقدر نباوع بشكل طبيعي، لان هاي دروع تخلي زاوية مال النظرة يعني اعرض، تخليها وايد وايد انجل. يوفا يا شباب هذا الجاست، هذا شنو هذا؟ وات؟ اسد وعقرب واحمر. ايه ايه تعي ورا خدي. اكو 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 يا شباب قلعة منا قريبة، اكو قلعة قريبة علينا؟ ماكو اي قلعة قريبة. هاي شنو هاي؟ هذي معقول هاي قلعة؟ والله ما ادري يا شباب، بس خلاص ان شاء الله نروح نستكشف هذا المكان كله باكر شنو بالحلقة اللي بعدها. فوصلوا هذا المقطع 3000 لايك حتى نستكشف يا شباب هذا المكان رهيب. وبس شوفكم فيديو جديد، باي باي. Broken.